هو في لا ما سمعت غير البقره الضاحكه اللي سمعت جاتني غير البارح زعما تصدمت اليوم والله لا تصدمت بعد هادشي كله يقدر يكون شي صالح السيده سعيده شوف صراحه شوف انا تغلطت في حقي نقول لكم واحد الكلمه دابا امام الملا انا تغلطت في حقي وتهنت تعرضت للتنمر تعرضت لشتى انواع السب تعرضت انه حياتي الشخصيه مع زوجي واطفالي وكل شيء يعني اي حاجه ممكن يتضرر منها الانسان نفسيا تعرضت لها حتى انا كنت حامل بليليا يعني داز عندي حمل صعيب واصعب حاجه ومعترفين بها يعني انهم يمسوني في وطنيتي يعني ما لقيته ما يتقهر ما لقيتو سعيدة ما هي سكيرة ولا هي عربيدة ولا هي قمارة ولا هي خمارة ولا هي أي حاجة ما لقيتو منين تشدوني أجي يا أختي كنا جالسين نقولوا سعيدة راك بقرة ضاحكة وأنا أختي ما بقيتش بقرة يلا سعيدة واش غادي يجي شي نهار لا تعافك عافاك 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 وجيتو للوطنية إلا وطنيتي أما كنقولهاش وأنا أتبجح وأتباهى راه كنقولها رانا بع مني لأنه كبرت فيها كبرت في محيط كله وطنية والله لو بقوا في كلامهم كنت غنسامحهم أنا ديك الساعة بلا كاع ما ندير والو ما نديهاش فيهم فكتقول لي الصلح هو خارج النقيب بـ20 كيقول لهم واه خاصة هي تجي تعتذر وهذا الأمر بينك وبين واه يا خويا قطعتي الحقيقة بينتي اللي بغيتي وخبعتي الاتهامات وخرجتي كتقول للناس قولوا لسعيدة تجي تعتذر هذا الأمر راجع لدنيا شو معني؟ شو معنيك؟ يعني شنو قلتوا؟ قلتوا راه سعيدة ما دارتش القانون راه ما غاداش تخرج لنا هادشي قلتوا المحامي ديالها ما غايجيش اول حاجه بالمناسبه ما سولتونيش علاش المحامي ديالي ما جاش هو السؤال ديالي كنت نقول لك هو اللي كنت غنقول والله الا كنت غنقول لك عرفتي علاش ما جاش معاك المحامي ديالك تفضلي استاذ سعيد شهر اول حاجه الدفاع ديالي وكيمثل الاطراف واش عارفين فين ولا لا يؤازرهم في المحاكم المحامي ديالي باللغه البسيطة المبسطة والسهلة المحامي ديالي مع يعني أكن له كل الاحترام والتقدير ومعروف ومعترف به في كل المحاكم بلغة البيان وطريقته في المرافعة ما شاء الله أنا كنقول على النقيب الأستاذ الصباري احترامي طبعا لا مشروط هو مكانه الصحيح كان في المحكمة وأنصفني عندما أثبت الإدانة وأنصفني عندما أثبت الحكم وأنصفني أنا كنقول على هيئة الدفاع على المحامي ديالي علاش ما جاش لأنه المكان ديالو الصحيح في الجلسة أمام القضاة وأمام القضاء وليس في فندق 5 نجوم لأنه هو ماشي مدير أعمالي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب بارتاجيو الفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي